قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصحابه خزيمة وابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن سليمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذا أيضا مما يتعلق بالإفطار، وقد مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وفي رواية: وأخروا السحور، عند أحمد وغيره، وهي صحيحة. وكذلك أيضا قوله عز وجل في الحديث القدسي: أحب إلي عبادي أعجلهم إلي فطرا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. مما يتعلق بأحكام الإفطار والسحور، وهي من خصائص الصيام، من حيث إن الإفطار يكون بعد نهاية اليوم من الصيام، أولا استحبابه واستحباب تعجيله كذلك، وذكرنا الحكمة من ذلك، وأن المقصود هو الطاعة والامتثال، وليس هو بتجويع النفس وإطالة مدة الجوع، وإنما المبادرة بالامتثال. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للصائم فرحتين: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. وقد يتساءل الإنسان: ما معنى فرحة عند فطره؟ الفرحة عند لقاء الرب هذه معروفة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم إياه. أما الفرح عند الفطر فهو دليل أول على ما يقدره الإسلام للطبيعة البشرية، وأن الفرح بالطعام وإن كان أمرا دنيويا وأمرا فطريا وأمرا جبليا، إلا أنه ليس معيبا في الإسلام ولا مذموما، بل وليس فقط مباحا، بل قد يصل إلى درجة ما فوق المباح. فأن تفرح بالطعام، وأن تفرح بالإفطار، وأن تفرح بالمباحات وتجد لذة، هذا ليس من قلة الدين، وليس دليل على أن الإنسان ليس فيه زهد ولا ورع. فالأمور الطبيعية والأمور الجبلية والتي هي من طبيعة الإنسان، هذا الإسلام يقرها، والإسلام لا يمنع من الإنسان أن يظهر البهجة فيها والفرح، كالبهجة في العيد، والبهجة في الفرح الإفطار، بل حتى البهجة حتى في أمور الدنيا، من حيث ما وضعه الله عز وجل في هذه الدنيا من زينة، فإن للإنسان أن يستمتع بها في حدود المشروع استمتاعا يجلب لنفسه فيه البهجة. ولهذا في أكثر من آية، حينما يمتن الله عز وجل على عباده بما امتن من مخلوقات وما سخر من مخلوقات وأشياء، سواء من حيوان أو جماد، للإنسان كان مما يمتن ما وضعه فيها من زينة، وما وضعه فيها من جمال، وما وضع فيها من بهجة. فحينما ذكر الله عز وجل الأنعام قال: لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون. هذا منا، لأن السياق سياق الامتنان على العباد، ولا يمتن عليهم إلا بمباح، ولا يمتن عليهم إلا بأشياء هم يرتاحون لها. فمن هنا كانت منة الله عز وجل، والأنعام خلقها: لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم. فهناك وظيفة أساسية وهي الركوب، والخيل والبغال والحمير لتركبوها، وهناك وظيفة ثانوية وهي محل امتنان وهي الزينة. فإحساس الإنسان بالفرح بماله وشعوره بالتلذذ فيما وهبه الله من نعم، سواء كان في كثرة مال، في كثرة بنين، في حسن زوجة ونحو ذلك، الاستمتاع بهذا استمتاع مباح.
ما دام أنه في حدود المشروع، فحصول النفس على بهجة وحصولها على فرح في حدود المشروع هذا لا شيء فيه، وليس متعارضا مع الزهد ولا مع الورع المطلوب، ولا متعارضا مع 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 ما 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 ما, ما ينهى عنه من أن يتعلق الإنسان بهذه الدنيا. فهذا لون وهذا لون. من هذا الفرح بالطعام والفرح بالإفطار، إضافة إلى أن هناك فرح آخر أيضا، وهو الإنسان فرح بأنه أتم عبادة حينما انتهى الإفطار، فرح بأنه أتم عبادة وأن الله أعانه على إتمام العبادة. لكن أيضا الفرح الجبلي هذا ليس مذموما في الإسلام البتة، بل لعل التأمل في هذا الفرح يقودك إلى أشياء أخرى، يقودك إلى أن تعرف نعمة الله عز وجل عليك. مثلا حينما تتحلق الأسرة في بيتها تنتظر ساعة الأذان أو ساعة الغروب متحلقة حول طعام الإفطار، يسودها كثير من الراحة وكثير من الألفة وكثير من روح الاجتماع. أما كان حقا عليهم أن يذكروا، إما أن يذكروا عزيزا لديهم قد فقدوه، لأن غالبا المناسبات التي تمر سنويا تذكر، فكثير حين إذا انعقدوا على هذه الجلسة أو هذه الجلسة قد يتذكرون أبا لهم أو أما أو صديقا كان معهم في العام الماضي ثم انتهى، قد يكون صديق ونحو ذلك، وقد يتذكر الغرباء وناس أنت في أهلك أو في بيتك مع أولادك، بينما غرباء يعيشون غربة شديدة، يمر عليهم هذه المناسبات اللطيفة التي محل فرح غير موجود، لم تتهيأ لهم الظروف التي تهيأت لك. فكان ينبغي أيضا من مثل هذا أن يأخذ الإنسان نوعا من الدروس بحيث يتفقد إخوانه ويتفقد الغرباء ويقدر هذه النعمة التي التم فيها شمل أسرته، بل قد يكون لهم أخ أو ابن عزيز في الخارج، خارج ديارهم، إما في كسب رزق وإما طلب علم وإما في علاج وإما في أحوال كثيرة ينخرم فيها عقد هذه الحلقة. فهذه الأشياء وهذه الأمور كلها من 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 إضافة إلى أنها فيها فرحة وبهجة ظاهرة، لكن أيضا قد تكون محل عبرة بحيث تتفقد من فقدت، إما أنه فقد إلى الدار الآخرة وأنت إلى هذا المصير تسير، هذه تعود عليك بدرس آخر وهكذا. فهذه أيضا من الأمور التي تراعى أو يراعيها الشرع حينما تكون هذه الأحكام لبني آدم. فالإسلام يتمشى مع الفطرة ويتمشى مع ولا يلغي الطبع البشري من الفرح بالطعام والفرح بالبهجة والشعور بالجمال والشعور بالزينة، لكن في حدود ضوابط الشرع. ومن هنا أيضا نفهم الحديث القدسي: أحب إلي عبادي أعجلهم إلي فطرة. فحينما الإنسان لا تكون العجلة في الفطر هنا تعني النهم بالدنيا، ولا تعني أنه فرح بانقضاء الجوع والعطش ونحو، لا، مخاطبة للفطرة البشرية: أحب إلي عبادي أعجلهم إلي فطرة. وكذلك أيضا في قول تسحروا فإن في السحور بركة، تكلمنا عنها أيضا في الجلسة الماضية، ونبهنا كذلك أيضا إلى ما ينبغي في, في, في الحرص على أكلة السحر، وهي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة السحر. وأن أيضا تعجيل السحور وعدم أكله في وقته هذا أيضا يدل على خلل في انتظام الأمة، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخروا السحور. فما دام الناس لا يأكلون في أكلة السحر في وقتها، هذا يدل على أن الأمة مضطربة، ويدل على أن شيئا من الخيرية قد نزع مما يتحتم على المتبصر والذي يريد الخير لنفسه أن يراجع نفسه ويراجع من تحت يده من أهله وأسرته، بحيث يتحرون السنة ويتحرون وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مر عليه مثل هذا الحديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. ثم أيضا هذا الحديث، حديث سليمان بن عامر الضبي قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء. هذا يدل أيضا على استحباب الإفطار على التمر والمبادرة بأن يكون إفطار الإنسان على تمر. وورد التحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسوات مما، فيدل على أنه ينبغي أن الإنسان يفطر على رطب، وعادة أن يكون الرطب في وقت الرطب
ورطب معروف هو التمر قبل أن ييبس، التمر حينما يكون جنيا حديث الارتباط والاتصال بأمها وبشجرته قبل أن يجف، لأنه إذا جف سمي تمرا، وما دام أنه طازجا فإنه يسمى رطبا. فالسنة إذا كان الوقت وقت رطب أو تيسر رطب أن يفطر على رطب، فإن لم يكن فعلى تمرين وهو كما قلنا الرطب الناشف، فإن لم يتيسر فعلى ماء يحزو حسواته من ماء. وإن كان الإمام القيم رحمه الله ذكر شيئا من حكم البداءة بالإفطار على تمر، أولا لخصائص التمر، فإن فيه من الخصائص حتى إنه قال إنه فاكهة وغذاء ودواء وحلوى، التمر غذاء وفاكهة ودواء وحلوى. والأطباء كذلك أيضا في مثل أحوال الصائم والذي قد انقطع الأكل عنه فترة فإنهم ينصحون بأن يكون يأكل حلوى، والتمر هو أفضل طبعا لا شك أنواع الحلوى، لأولا لرود السنة به، والأمر الثاني لتميزه ببعض الخصائص، فهو سريع الهضم وهو سريع نسر الطاقة في الإنسان، بحيث أن الإنسان عادة إذا صام فإنه يكسل، وسبب الكسل هو قلة كما يقول الأطباء هو قلة السكر أو انخفاض نسبة السكر، فيصيب الإنسان نوع من الخور والفتور، بينما إذا كان تناوله السكر بخاصة التمر فإنه سريع الهضم وسريع بث القوة بإذن الله في الإنسان. ولهذا ذكر الشيخ أيضا هنا الصنعاني رحمه الله نقل كلام شيئا من كلام ابن القيم في هذا، قال: وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وآله وسلم على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، لا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به. وأما الماء طبعا إذا لم يجد تمرا فإنه يحصل حسوة من ماء، وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإن رطبت بماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده، هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. هذا من كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، إشارة إلى التعليل، وهو الذي شرحه ابن القيم بقوله: وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإن رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء. فالماء أيضا يعطي نوعا من التنظيف ونوعا من كذلك نوع من القوة كذلك وإعادة الحياة في العروق بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه طهور، والأطباء كثيرا ما ينصحون بأن يبدأ الإنسان يومه بالماء، بأن يشرب ماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه طهور إشارة إلى التعليل في البداءة بالماء إن لم يجد تمرا في حق الصائم. وسليمان بن عامر الضبي يقول ابن عبد البر كما ذكر هنا الشيخ الصنعاني، قال ابن عبد البر في الاستيعاب: إنه ليس من الصحابة ضبي غير سليمان بن عامر المذكور. لكن كلام ابن عبد البر هذا متعقب، كلامه متعقب، لأنهم قال يوجد ضبي في الصحابة غيره، وعد أكثر من اسم منهم يزيد وغيره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوسال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسكيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوسال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنخل لهم، حتى أبوا حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: وأيكم مثل الآخر. هذا أيضا حكم من أحكام الصيام ومسألته من مسائله، وهو ما يتعلق بالوصال. المراد بالوصال من الوصل وهو الاتصال، والمراد به أن الصائم يواصل صيامه إلى اليوم الثاني أو الثالث أو ما أو إلى ما يطيق، بحيث لا يفطر يومين متواصلين أو ثلاث أيام متصل أو أربعة لا يفطر، هذا هو الوصال.
فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، يعني نهى أمته أن تواصل في الصيام. أولا هذا من شفقته عليه الصلاة والسلام على أمته، ولأن المقصود كما قلنا قبل في الجلسة الماضية أن المقصود هو الطاعة والامتثال، والله عز وجل لم يشرع التكاليف ليشق على أو من أجل أن يعذب الناس أنفسهم ويجلبوا لأنفسهم المشاق. وقلنا إن الله عز وجل لا يتقرب إليه بالمشاق، الله عز وجل لا يتقرب إليه بالمشاق، وإنما يتقرب إليه بما شرع، والتكاليف في حدود الطاقة. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا إذا لحقت بالإنسان مشقة بحيث لا يستطيع الأداء المفترض عليه فإنه يتنزل إلى أمور مخففة، وجاءت الرخص، وجاء فمن صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب، ثم قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالأصل في العبادات أنها في حدود الطاقة، ومنها الصيام، هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، والأصل في النهي أنه للتحريم، بمعنى أنه لا يجوز الوصال، والمسألة فيها خلاف سوف نشير إليه إن شاء الله بعد قليل. فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، هذا يدل على أن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام هي القدوة والأسوة، وأن الأصل أن ما أتى به هو لجميع الأمة. الأصل أن أفعاله صلى الله عليه وسلم وكل ما أتي أنه أن الأمة أسوته. ولهذا حينما نهاهم قالوا إنك تواصل، بمعنى كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أن الأمة أسوته وقدوته، والأصل عدم الخصوصية، الأصل أنه عدم الخصوصية إلا ما دل الشرع على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به. ولهذا الصحابي ماذا قال؟ فإنك تواصل. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال وأيكم مثلي، استنكار، استفهام إنكاري، قال إنك إني لست كهيئتك وأنتم لستم مثلي، مما يدل على أن الوصال من خصائصه عليه الصلاة والسلام، الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه شيء لا يتأسى به فيه لا يتأسى به فيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال وأيكم مثلي، ثم بين قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فدل على أنه لا يلحقه مشقة، ودل على أنه إذا واصل كغيره إذا لم يواصل، بمعنى أن قوته ونشاطه وبقاءه في أداء مهماته عليه الصلاة والسلام، لأنه قال أبيت، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، والبيتوت غالبا تكون في الليل كما سبق أن تكلمنا عند قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وقلنا أن أصل البيتوتة هي أن في الليل، أنهم في الليل، وإن لم يحصل نوم بالفعل لكن مجرد مرور الليل يعتبر يقال فلان بات، ومنه المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى إلى آخره. فقوله إني أبيت يطعمني ربي بمعنى أن الليل يمضي، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن ربه يطعمه ويسقيه. واختلف العلماء هل هو إطعام حقيقي وسقية حقيقية يأكل ويشرب، أو أن المقصود هو القوة التي يمد بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة أنه يحصل له من اللذة ومن المناجاة ومن النعيم من قرب الله عز وجل ما يغنيه عن الطعام أو يصرفه عن أن يتعلق بالطعام. فلعل الذي يبدو والله أعلم هو الثاني، لأنه لو كان طعام حقيقة وسقيا حقيقة قد لا تكون مواصلة، لأن الأصل في الوصال ألا يأكل الإنسان، الأصل في الوصال ألا يأكل ولا يشرب، فلو حصل أكل وشرب فقد يكون انقطع عن الوصال. وهذا الذي انتصر له أيضا ابن القيم رحمه الله في 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 في, في ترجيحه. وعلى كل حال مهما كان حتى ولو قلنا إنه طعام وشرب حقيقي فإن هذا أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وقد يكون أيضا طعام خاص بمعنى أنه من إما من طعام الجنة أو نحو ذلك، من حيث أنه شيء فوق التكليف، شيء فوق التكليف مما لا يقاس عليه حال الدنيا، مما لا يقاس عليه حال الدنيا. فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما. قالوا فلما أبوا، لا شك أن الصحابة لا يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعصونه وحاشاهم رضوان الله عليه، لكن هذا دليل لمن قال إن الوصال ليس بمحرم، إن الوصال ليس بمحرم.
لأنهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعزم عليهم بالنهي، لم يعزم عليهم بالنهي، وإنما كان ملحظه الشفقة عليهم، وهذا هو الذي دلت عليه بعض النصوص، وإنما منعه الإبقاء عليهم يعني الإشفاق عليهم. فهم لما فهموا من نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم أنه أراد بالنهي الشفقة عليهم، كان من قالوا إننا نطيق ونريد أن ننافس في الأجر ونتأسى بك وإن كان شيئا يشق علينا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في مقام التشريع، فلأنه لو لم يفعل ذلك لظن أن هذا سنة وقد يلحق الناس مشق، وهو الحريص على أن رفع الحرج عن أمته عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة. كان في قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي أشياء كثيرة، وكذلك حينما صلى صلاة التراويح أيضا امتنع أن يخرج خشية أن تفرض عليكم. فكان عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم كما أخبر الله عنه، عزيز عليه ما عنتم يعني يشق عليه ما يعنتكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم ليريهم كالمنكل بهم، بمعنى كالذي يريد التنكيل والعقوبة لهم حتى يكفوا. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما، يعني يوما كاملا ثم يوما، لأن طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم هو يبيت أن ربي يطعمه ويسقي ويستطيع أن يستمر إلى ما شاء الله، فاستمر يوم ويومين، ورأى أن بعض الصحابة يحاول أن يجاري النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحاول أن يريهم ويعطيهم نوعا من الدروس حتى يكفوا. ثم يوما ثم رأوا الهلال، الهلال يعني قالوا إنه هلال شوال، قالوا إنه هلال شوال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. المنكل يعني المعاقب، والتنكيل العقوبة. فهذا يدل على النهي عن الوصال، واختلف العلماء هل هو محرم أو مكروه، أو حتى بعضهم قال أنه جائز، والذي يبدو والأقرب إلى النصوص أنه محرم، أن الوصال يحرم لتشديد النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، ولأن الأصل في النهي أنه للتحريم، ولأنه أخبر أن الوصال من خصائصه حينما قال لست كهيئتكم، ولا يمكن لأحد أن يكون كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة إذا نص على في هذا الباب ليس كهيئتكم أو لست مثلكم وأيكم مثلي، فالأصل فيه والأرجح أنه محرم، وهذا هو اللي عليه المذاهب الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وروي عن أحمد الكراهة مذهب أحمد أنه مكروه، وأثر عن بعض السلف أنه كان يواصل، أثر عن بعض السلف أنه كان يواصل، وممن أثر عليه ابن الزبير أنه كان يواصل إلى 15 يوما. فقد يكون هذا تأويل تأوله أو نوع من الاجتهاد، ولكنه كما قلنا مرجوح. فحتى إذا ما نقل عن بعض السلف مثل هذا الباب فإنه لا يكون حجة على السنة، إنما اجتهادات لهم خاصة لا يتأسى به في مثلها. نعم. وأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بقي القضية في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يواصل إلا أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، هو حديث البخاري، أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فإذا فما دام أن هذا الحديث صحيح فإذا يدل على الجواز وأنه يجوز إلى السحر، وهذا هو الذي كما قلنا هو الذي تدعو عليه السنة، فالشيء الصحيح والثابت هو الذي أخذ به، فالمواصلة إلى السحر بمقتضى هذا الحديث الصحيح جائزة، وهي تدل على أن الإفطار لا يكون إلا بالفطر بالفعل، لا يكون إلا بالفطر بالفعل، إذا أفطر الإنسان لا يكون مفطرا إلا إذا أفطر أو نوى الإفطار، إذا نوى الإفطار أو أفطر. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم، يعني حل وقت فطره، لا أنه أفطر بمعنى أنه أصبح مفطرا شاء أم أبى، لا، بدليل صحة المواصلة للسحر، فدل على أنه لا زال باقيا صائما، لم ينل إفطارا ولم يفطر بالفعل. وأنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. هذا أيضا حكم من أحكام الصيام وأدب من آدابه، بل هو يشير إلى كلام دقيق وكلام واسع فيما يتعلق بديننا كله وفيما يتعلق بالحكمة من العبادات كلها.
في قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل أو الجهل، أيضا يمكن أن يجوز فيها الوجهان، يعني والعمل بالجهل أو بعمل أهل الجهالة أو يدع الجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يشير إلى الحكمة من تشريع العبادات كلها بل من الدين كله. وتأملوا هذا الكلام، الإسلام بتشريعاته وأحكامه للدنيا والآخرة، أما الآخرة فمعلوم حالها لأنها الثواب وحصول الجنان ومرافقة الأنبياء والفوز برضوان الله عز وجل. هذا لا شك من استمسك بالشرع وسار على النهج فإنه إلى طريق الله إلى الله يسير. وهذا هو المفهوم لدى كل الناس، بل المفهوم لدى حتى غير المسلمين، أن قضايا الدين أو قضايا الديانة والتعبد مقصود به أمور الآخرة، حتى الوثنيين وحتى الخرافيين وحتى يعني النصارى واليهود، مفهوم للدين أنه يتعلق بالآخرة وأنه ما لا شأن له بالدنيا. أما ديننا وأحكامنا للدنيا والآخرة، فالتشريعات مع أنها ديانية وعبادية وأشياء كما يعبرون في الوقت الحاضر روحية، لكنها أيضا دنيوية بحتة، بمعنى تصلح للدنيا البحتة كما تصلح الآخرة. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، الصائم في ظاهر حاله أنه أمسك عن الطعام والشراب والجماع والمفطرات التي تعتبر المفطرات الحسية ما يدخل الجوف، هذا هو الصيام الظاهري، وهو الذي أيضا أحيانا قد يفهمه بعض الديانات التي فيها صيام، كأحيانا بعض الهنود والهندوك والذين يحبسون أنفسهم زهدا ولا يأكلون ويتقشفون في الأكل ونحو ذلك، فهم يتقربون بمجرد ترك الطعام والشراب. ديننا أوسع من ذلك، وديننا للدنيا والآخرة، فكل التشريعات أيضا جاءت لتهذيب السلوك، تهذيب الإنسان ليكون مهذبا في الدنيا قبل الآخرة. ولا مانع أن نبسط بعض البسط في هذا الباب حتى يتجلى لنا كيف أن المسلمين الصالحين والمستقيمين على أمر الله عز وجل يعيشون في هذه الدنيا عيشة لا يتلذذ بها ولا يدركها لا الماديون ولا الملاحدة. الملاحدة والماديون الذين يظنون أنهم أن لهم الدنيا وأنهم يريدون أن يعيشون كما يقال في مثاليات في الدنيا. الماديون يرون أنهم يعني هم أهل الدنيا وأن الحياة هذه هي حياة المتعة وحياة المتعة وحياة حتى أيضا بعض الأخلاقيات التي يتعرفون عليها إلى حد ما. ديننا أتى بهذا وهذا، ولهذا الملاحدة والماديون حتى العلمانيون حتى بعض المنتسبين الإسلام من المقصرين في فرائض الله عز وجل المقصرين في جنب الله لا يدركون النعيم الدنيوي الذي يعيشه الصالحون أبدا. فإذا ضممنا قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، ضمنا إلى ذلك قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقوله عز وجل في الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تطهير دنيوي تطهرهم وتزكيهم بها. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يؤمن بالله واليوم الآخر حينما يسمع الملحدة والمادية أو حتى أصحاب العبادات الديانات الأخرى القاصرة يؤمن بالله واليوم الآخر معناته ما في إلا الجنة وأنعم بها، طبعا هي مصير وهي, 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 وهي الغاية وهي سلعة الله الغالية. لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إيش العلاقة بين الإيمان واليوم الآخر وإكرام الضيف؟ أحيانا إكرام الضيف عند بعض القبائل أو بعض الجاهلية إنه نوع من الأخلاقيات التي يراد بها المفاخرة ويراد بها ليقال فلان كريم. إذن حتى أعمال المروءات وكمال النفس وتزكيتها هي من الدين ومرتبطة بالدين، بل إن لم تكن العبادات مؤثرة في زكاء النفس وصلاحها وزكاتها فعلى الإنسان يرجع نفسه. حينما تقرأ في أوصاف المتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وحينما تقرأ: ولكن البر من اتقى، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وحينما تقرأ: ليس البر أن تولوا
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك المتقون. فإذن الدين بحكمه وأحكامه هو للدنيا ولإصلاح البشر ولتهذيب البشر ولتهذيب النفوس. ولهذا الكلام على تزكية النفس في القرآن شيء عجيب، بل غاية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غاية بعثته أن يزكينا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فالمقصود التزكية، تزكية النفس. وأنا بودي يعني الذي منكم يرغب في المزيد أن يراجع موارد لفظة الزكاة في القرآن، تزكية النفوس كم جاءت وكيف جاءت. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى. كثير كثير يعني الحديث عن تزكية النفس. ما المقصود بتزكية النفس؟ تزكية أن تكون طاهرة، تكون نقية سليمة، بعيدة عن الغل، بعيدة عن الشحناء، بعيدة عن الحسد، بعيدة عن الطمع، بعيدة عن الحرص، بعيدة عن الغيظ، الحلم، الأناة. هذه كل أشياء أخلاقية عالية عالية جدا، ليست مأثور جاهلي وليست أمور دنيوية يتزلف بها إنسان ليحفظ له جاها أو مقاما أو مركزا في بلده أو في أمته أو في قومه. قضية تهذيب ديني يثاب عليه إضافة إلى صلاح النفس. فلو أن الناس فعلا طبقوا الدين على ما هو عليه لعاشوا يعني يشبه أن تكون ملائكة تمشي على الأرض و و و و و و و وتبا لما يدعى بحقوق الإنسان وحقوق الإنسان. كلها كلام كما مثاليات كذابة ومثاليات لا يقصد منها إلا خلب ألباب الناس على أشياء لا واقع لها، مثاليات لا واقع لها. وإنما الاستقامة الحقيقية استعينوا بالصبر والصلاة، صبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم يراجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إلى أن قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا هو الدين وهذه الأخلاقيات وهذه هي آثار العبادة وآثار الأعمال الصالحة. إذا كان أمر كذلك نأخذ هذه الجزئية في الصيام، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع فعل مضارع مجزوم ولا لا؟ ما هو الجازم؟ يدع الفعل نفسه مجزوم بلم، ومن تجزم المحل، يعني مجموع لم يدع المحل هو المجزوم بمن، والفعل المباشر الجازم له هي لم. طبعا الماضي منه ودع، وبعض اللغويين يقول إن هذا الفعل الماضي هجر، إنما هجر لك الصحيح أنه لم يهجر، إنما الموجود منه المضارع يدع. و حتى المصدر أيضا ورد في السنة كذلك، إيش لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات. الودع هنا المصدر. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، حق على من سمع هذا الحديث وأمثاله أن يتفقد نفسه في العبادة وأثرها في نفسه. إذا كنت تصوم وتترك الطعام والشراب هذه الفترة الطويلة بينما تعيش تخوض في أعراض الناس وفي شهادة الزور وأكل وعمل الزور، أكل أموال الناس بالباطل، وتعيش وأنت كلك غل وحسد وغيظ وحقد وحرص وطمع، إذن أين أثر العبادة؟ أين أثر ذلك في تزكية نفسك؟ وقد علمت أن 11 قسما جاءت متوالية جوابها تزكية النفس. 11 قسما في سورة تقرؤونها من قصار السور ولا يكاد مسلم لو قرأها يقرأ القرآن إلا وقرأها. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحها، ونفس وما سواها. 11 ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الجواب
قد أفلح من زكى. كان الله عز وجل يقول والله 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 11 قسما قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى، أو كأنه يقسم بعزته وجل 11 مرة لأنه قد أفلح من زكى. فعليك أن تتفقد نفسك في أثر العبادة عليك. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الزكاة تطهر النفس من الشح وتطهر من البخل وتطهر من التعلق بالمال كره الفقراء أو السائلين أو الذين يتعلقوا لهم حق بمالك وما أعطاك الله عز وجل من نعم. فمن لم يدع قول الزور والعمل به، قول الزور طبعا الأشياء اللسانية، الزور كل قول منحرف، كل قول باطل فهو قول زور. الزور من الزورار الذي هو الانحراف، فكل قول منحرف، كل قول ليس على طريق الشرع فهو زور. على الصائم يجتنب، طبعا مطلوب أن يجتنبه في كل الأحوال، لكن كما قلنا الصوم مدرسة، مدرسة تمر طوال العام حتى تهذب نفسك وتراجع نفسك، فالقصور الذي مر عليك في هذه المدرسة تمتحن نفسك في هذه الفترة من عمرك، في هذه الفترة من عامك. والعمل به، عمل الزور كل عمل باطل، كل عمل محرم فهو زور، وكل قول محرم فهو زور. إذن ما ترك شيئا، هذا الحديث ما ترك شيئا، في هذا اللسان كل نشاطه في هذه الدنيا قول وعمل، نشاطه قول وعمل، فإما صواب إما خطأ. ما صواب ما طب ليس خطأ غير مقصود، إن أقصد صواب أو بمعنى حلال أو حرام، يعني جائز أو ممنوع من قول أو عمل. والجهل، الجهل هو السفه. والحقيقة التعبير بالجهل في القرآن عجيب وفي السنة وفي لغة العرب، جهل وجاهلية وجهل، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الجهل والسفه والتطاول بغير حق. والجهل عادة يا إخواني لا يكون إلا إما من غير عاقل، وإما إنسان قلت تلك الساعة تلك اللحظة غلبته عاطفته بحيث جعلته يتصرف تصرفا غير عاقل، بمعنى لو كان في حالة سوية رفض أن يفعل ذلك، هذا هو الجهل. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، خاطبهم الجاهلون. فالجاهل ما هو ليس الأمي، هو عندنا جاهل الأمي، وهذا صحيح، هو من أنواع المعاني، لكن المقصود بالجاهل هنا هو الإنسان الذي تصرف تصرفا غير عاقل، تصرف سفيه وإن كان فيه عاقل، هذا هو جاهل. فأنت يعني إذا تصرفت تصرف غير عاقل، تصرف سفه وأنت صائم، هذا طبعا هو منهي عنه وما مقوت عند كل العقلاء مسلمين وغير مسلمين. تصرفات الجاهلة والتصرفات التي لا يقرها الأسوياء ولا العقلاء هذه أمور منبوذة. لكن لاحظت يا أخي أن كيف أن العبادة ينبغي أن تهذبك وأن تكون مما يعينك على ما يقود له العقل السليم. ومن هنا نعرج على شيء آخر وهو أيضا ملحظ دقيق قد يحسن أن, 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 أن نرى فضل الله عز وجل فيه علينا ورحمته، حينما قال سبحانه وتعالى في سورة النساء إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قبل. ما معنى يعملون السوء بجهالة؟ لماذا قيدها بجهالة؟ هذا يدل على لطف الله عز وجل ورحمته وعلمه بخلقه، فهو سبحانه وتعالى أعلم بما خلق، وهو علم ضعفنا وعجزنا وضعفنا أحيانا أمام شهواتنا وأمام عواطفنا. السوء سوء، ومحرمات الشرع كلها سوء، وكل الذنوب سوء. إذا كانت سوء الشيء السوء الإنسان لا يأتيه وهو عاقل، ما يأتيه وهو في حالة سوية، ما يأتيه وهو في تمام الرشد، تغلبه نفسه، يغلبه هواه، يغلبه الضعف البشري فيأتي الشيء. إذن حينما أتاه الحقيقة أنه أتاه بجهالة، ما أتاه بعقل. كما قلنا لكم الجهالة هي نوع من نقص العقل أثناء ممارسة هذا الشيء الشائن، نوع من نقص العقل أثناء ممارسة هذا الشيء الشأن، أي شيء شأن الأصل الإنسان ما يأتي. ولهذا أحيانا إذا غضب صاحبك ثم هدأ تقول له والله أنا عجيب، أنا استغربت أنك تكون في هذه الحالة. الإنسان حينما يغضب يأتي بأمور تستغرب، فلان عمل كذا، أي أحيانا يغضب فعلا يجيش غضبه بحيث يأتي بأشياء، يا فلان عيب أنت ما قلت كذا، أنا قلت كذا، أحيانا لا يدري أنه قال كذا. إذن هذا بجهالة، بمعنى أنه أتاه على غفلة أو على نوع من التغطية على عقله،
ومن هنا الله سبحانه وتعالى رحمنا، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ولهذا حيث الآخر لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني في حالة ذروة الإيمان وقوة الإيمان يتوافق قوة الإيمان مع قوة العقل، وإذا ما اختل شيء أو شيء من الضعف صار انحراف. لكن الله أرحم، إذا تبنا تاب علينا. لماذا؟ كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فإذا يعني نأتي هنا إلى الجهل، فالجهل والجهالة سفة وحالة من خلل العقل أثناء ممارسة العمل الشائن. فكان حقا على الصائم وهو في قمة القرب من الله سبحانه وتعالى وقد ترك الطعام وترك الشراب لله عز وجل، أيضا أن يترك الأشياء الأخرى المعنوية، يترك قول الزور وعمل الزور ويترك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. لأن الساب والمشاتم هذاك في حال جهل، لأن ما في سب وشتم إلا شيء غلط. يعني إذا كنت أنا مخطئ ليس أن تخاطبني بشتم، تخاطبني بحق، لأنك إذا شتمتني فأنت الجاهل. فحقي أن أقول لك إني صائم. ما معنى أني صائم؟ إما لأني أذكرك أن إذا كنا كلنا صائمين، إذا كنا في رمضان مثلا فأذكرك أنا صائم، أنت صائم، ما كان ينبغي أن تجهل، لأن السب والشتم جهل. وأنتم تعلم حتى عند العقلاء حينما الإنسان يستطيل بلسانه بكلام قبيح هذا جهل، حينما يسب أو يكذب أو 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 يزور هذا جهل وغير مقبول لا عند المسلمين ولا غير المسلمين، فهو نوع من الجهل قطعا. فلهذا قال: فإن سابه أحد أو قتله فليقل إني صائم. حتى بمعنى أني أنا لا أجهل، أنت فعلك جهل فأنا لا أجهل، إضافة إلى أني أذكرك أنك أنت أيضا لا تغلط. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا لا شك أنه يعني نكير شديد ووعيد شديد الحقيقة، إضافة إلى أنه يدل على حكمة العبادة وما يجب أن يكون عليه المتعبد من تهذيب السلوك وتهذيب النفس، لكن أيضا في خطورة، وهو أن الشيء يخشى أن يحبط عمله. إذا الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن المقصود من الصيام هو كل ذلك، الطعام والشراب وقول الزور وعمل الزور والجهل، كل ذلك مقصود وكل ذلك مطلوب. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهكذا. فالأمر فليس لله حاجة، حمك الله، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فيها تهديد ويخشى أنها طبعا تنقص الثواب وقد يؤدي إلى 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 ذهاب الثواب الكلية. وإن كان العلماء متفقون على أن من اغتاب أو نم أنه لا يقضي ولا يقل بفساد صومه في الظاهر، أو شهد زورا أو أثبت القاضي شهادته في يوم من رمضان أنه شهد زورا لا وهو صائم لا يقال أنه يقضي عليه أن يقضي، هذا متفق عليه، لأن أمور هذه لا تنضبط، وإنما الظواهر التي توجب الإفطار أو توجب القضاء هي الأكل والشرب والجماع والمفترات الأخرى. أما الأشياء المعنوية هذه لا يقال بالقضاء، لكن لا يعني هذا أنه قد لا يبقى الإنسان من صيامه ولا شيء، فقد تكون أقل من ثواب الصيام وقد تكون مساوي وقد تطغى عليه، نسأل الله السلامة، بحيث يكون يأتي يوم القيامة ولا شيء له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: من يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا؟ هو الذي قال الزور وعمل الزور، ويأتي بصيام وصدقة وصلاة ثم يأتي كل هذه راحت. إذن هذا معنى فليس لله حاجة في يدع طعامه وشرابه، يخشى أنك تأتي يوم القيامة ولا حسنات لك. قد تستفتي المفتي يقول لك: لا تقضي هذا اليوم، يعني قلت والله أنا كذبت على فلان، ولا والله أنا أكلت مال فلان، أنا سرقت، أقضي اليوم ولا ما أقضي؟ يقول لك: في الظهر ما تقضي، لكن تلاقي ربك ولا صيام لك، تخشى أن تلاقي ربك ولا صيام لك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المفلس: سيأتي بصيام وصدقة وصلاة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فتؤخذ حسناته ولا يبقى له شيء نفت، نسأل الله السلام. إذن الأمر دقيق إخواني، وقضية ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من تهذيب السلوك في كل، في صيامه، في زكاته، في صلاته، في شأنه كله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، أشياء كثيرة كلها تهذيب سلوك.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.